يعني خوفي على شخصيتين قبل نهاية السنة يا أستاذ دوني. أنا بعرف مين الاسم، لكن هذا بيروح معي على جورتي بعد عمر طويل. أكدت خبيرة الأبراج العربية ليلى عبد اللطيف إن توقعها باستهداف حسن نصر الله جاء عقب منام عرفت من خلاله إن حسن نصر الله سيتم استهدافه، لذلك رفضت التعليق عن مصير حسن نصر الله وتحديد شخصية هذا الشخص وقتها. شفت رؤية بالمنام وكان عندي إحساس كبير، كنت دايماً كذب إحساسي. وقالت ليلى عبد اللطيف إن توقعها بعودة شخصية من الموت لا تقصد بها حسن نصر الله، قائلة إن هذه التوقعات ليس شرطاً أن تظهر في الوقت نفسه، بل ممكن أن تمتد لسنوات، ورفضت تحديد الشخصية التي تقصدها، وقالت إنها ستأخذ هذا السر معها إلى القبر. أنا بعرف مين الاسم، لكن هذا بيروح معي على جورتي بعد عمر طويل. فيما توقعت ليلى عبد اللطيف وقوع اغتيالات جديدة في المنطقة العربية، حيث رجحت أن تكون الاغتيالات خلال الفترة المقبلة أكثر مما سبق. يعني خوفي على شخصيتين قبل نهاية السنة يا أستاذ دوني. حيث توقعت اغتيال 4 شخصيات عربية إلى جانب شخصيتين عالميتين، كما رجحت عدم نشوب حرب عالمية ثالثة خلال الفترة المقبلة، وقالت إن هناك حلول قبل شهر رمضان المقبل لإنهاء الحرب في المنطقة العربية. وقبل رمضان بتبلش الحلول، نشوفها عم تنحل بإذن الله. كما توقعت اقتحام الكيان لبعض المناطق اللبنانية، إلا أن المقاومة ستقف لهم، وتوقعت أن يدخل بايدن وترامب إلى المستشفى. كما أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن العالم سيشهد ظواهر غريبة لم يرى مثلها من قبل، ورغم أنها لم تقدم تفاصيل دقيقة عن هذه الظواهر، إلا أنها توقعت أن تكون محط أنظار العالم لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها ستكون غير مألوفة ومثيرة للاهتمام على نطاق واسع. كما أفادت ليلى عبد اللطيف بأن البحر سيشهد مشهداً مرعباً سيلفت انتباه وسائل الإعلام بشكل كبير، وسيخلق حالة من الرعب والقلق بين الناس، وهو ما ذكرته في حديثها خلال إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة. وكذلك توقعت ليلى عبد اللطيف سقوط جسم غريب من السماء على إحدى الدول، وذكرت أن هذا الجسم سيتسبب في إشعال نيران كبيرة، وذلك في عدة مناطق، ما سيؤدي إلى انتشار الذعر بين السكان. كما ذكرت أن موجات تسونامي ضخمة ستضرب العديد من الدول العربية والأجنبية خلال العام المقبل، ما قد يؤدي إلى دمار هائل في المناطق الساحلية، وتعتبر هذه التوقعات واحدة من أخطر التحديات التي أشارت إليها ليلى عبد اللطيف، مما يثير مخاوف من احتمالية تحقق هذه الكارثة الطبيعية. وقالت أيضا في توقعاتها عن توقف الطيران في بعض دول أوروبا، وقالت أن لبنان سيشهد فترة اقتصادية صعبة بسبب العدو خلال الفترة القادمة، وأضافت أنه قد يكون هناك حرباً أهلية في بعض دول إفريقية والتي تشهد حالة من الانقلاب العسكري بجانب انتشار أمراض في هذه الدول، وسنشاهد أصوات صرخات وطلب المساعدة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات الإعلامية. وامتدت توقعات ليلى عبد اللطيف لتشمل من بين الصعيد العربي غزة الفلسطينية، حيث أعلنت تصريحياً أنها رأت أن هناك مفاجأة توحي باستقرار الأوضاع في غزة في الفترة القادمة، حيث يتوصل الوضع بها إلى هدنة بين طرفي الحرب غير العادلة. كما أوضحت أنه قريباً سنشهد جميعاً غزة خالية من الإسرائيليين. وليلى عبد اللطيف هي مواطنة لبنانية من أصول مصرية، حيث إن والدها كان مصرياً ووالدتها لبنانية. ولدت ليلى في عام 1958 وتبلغ من العمر 66 عاماً. والدها كان من رجال الجامع الأزهر، ولكنه رحل عندما كانت ليلى في سن صغيرة، حيث كان عمرها آنذاك 8 سنوات فقط. وعلى الرغم من شهرتها الكبيرة في مجال التوقعات، فإن ليلى عبد اللطيف ترفض لقب عرافة، وتؤكد أن توقعاتها تستند إلى علم الفلك والرؤى والأرقام.